نسمات ربانية من لمسات ماليزيا. نسمة ربي همسة حبي تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة تاريخ نضارة ينبض قلبي لوحدتهم. نسمة ربي همسة حبي تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة تاريخ نضارة ينبض قلبي لوحدتهم. بذوق الفن عمارتها وبسط الكف سماحتها، فيحيي الورد شذا لحن الأشجان بها. بذوق الفن عمارتها وبسط الكف سماحتها، فيحيي الورد شذا لحن الأشجان بها. ملقى نجارة بدرجة يبيرة وأقوال لنبورة تميزهم. بين أنجول أنكاوي سيلانكور صنواي معالم تحكي عزيمتهم. السلام أهدي أمما عانت شيعا مكلوما بنور العلم وحب الخير ونشر السلم بها دوما. السلام يهدي أمما عانت شيعا مكلوما بنور العلم وحب الخير ونشر السلم بها دوما. كيدا شعالب زينة العواصم مآذن تعلو مدائنهم. أخذوا بقوة كتاب النبوة ومالك رمز لنهضتهم. نسمة ربي همسة حبي تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة تاريخ نضارة ينبض قلبي لوحدتهم. نسمة ربي همسة حبي تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة تاريخ نضارة ينبض قلبي لوحدتهم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. سلام. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أسعد الله مساءكم برياحين الجنان مشاهدين الأكارم في شهر القرآن وفي نسمات ربانية كما عودناكم في كل موسم من مواسمنا. في الموسم الأول سافرنا بكم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. في موسمنا الثاني سافرنا بكم إلى أكبر دولة إسلامية وهي إندونيسيا، وفي نفس السفرية وصلنا بكم وحطينا الرحال في معهد التاريخ والحضارة أوزبكستان. أما في هذا العام فسنضرب لكم إطلالة على أنموذج من أجمل وأروع النماذج للدول الإسلامية الأعجمية. تطورها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، حتى تطورها في العادات والتقاليد وفي التنمية البشرية، تركنا نأتي هنا بقلوب لتحاول أن تتعرف على كل شيء موجود في زوايا هذا البلد الجميل. نعم، ابقوا معنا حتى تعرفوا أين نحن. تاريخ دخول الإسلام إلى ماليزيا. كان شعب ماليزيا أحبتنا المشاهدين يتألف من ثلاثة أجناس، يعني الشعب الأصلي هو شعب الملايو، وأتى الهنود والصينيون من الهند الصينية وكونوا دولة سموها باتحاد الملايو. كانت هذه الدولة يعني ديانتهم الأصلية هي الهندوسية والبوذية أيضا. وبعد فترة من الزمن دخل الإسلام إلى ماليزيا عن طريق ماذا؟ على حسب الروايتين عن طريق شيئين.
الشيء الأول عن طريق مجيء تجار حضرموت من اليمن إلى ماليزيا، هذه الرواية الأولى. أما الرواية الثانية فتقول أنه عن طريق الفتوحات الإسلامية دخل الإسلام إلى ماليزيا. أول شيء، إذا تحدثنا عن الإسلام يقال في كتب التاريخ أن ما دخل أول يوم دخل الإسلام إلى ماليزيا في جزيرة سومطرة في عام 674 للميلاد. والرواية الثانية تقول بأن أول يعني أيام دخول الإسلام إلى ماليزيا في عهد سلطان قدحشاه الأعظم في القرن 12 ميلادي. الشيء المهم في قصة تاريخ أو قصة تاريخ دخول الإسلام إلى ماليزيا أن الآثار الموجودة هنا في ماليزيا خير دليل على مجيء الإسلام إلى هنا ودخول الإسلام عن طريق التجارة. كيف هذا؟ أنه توجد بعض القطع النقدية الخاصة بالمسلمين في تعاملاتهم مع الشعب الملايو أو الهنود الذين كانوا متواجدين هنا وحتى الصينيين. فهناك دلائل كثيرة تدل على دخول الإسلام إلى ماليزيا عن طريق التجارة. وكان شعار حتى الذين دخلوا إلى هنا عن طريق التجارة من المسلمين أو عن طريق الفتوحات الإسلامية الذين حاولوا أن يدخلوا الإسلام إلى ماليزيا وقد رضى بذلك السلطان قدحشاه الأعظم بالإسلام ورحب بالرسالة المحمدية وأدخل كل قومه في الإسلام، وكان شعارهم واحدا يقول جئنا لإخراج عبادة العباد أو جئنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أثر الإسلام كثيراً على دولة ماليزيا، أصبح تعداد سكانها الذي يقارب الآن حوالي 37 مليون نسمة، 17 مليون يا جماعة كلها الآن كلها يعني جلهم مسلمون. حتى الإسلام أثر على الديانات الأخرى المتواجدة هنا الهندوسية والبوذية، فأصبح المنتمون لهاتين الديانتين الهندوسية والبوذية يدخلون الإسلام بشكل عجيب وغريب. أتعرفون لماذا؟ لأن ماليزيا أو الشعب الماليزي يعني ركز على الإسلام في حياته اليومية في عاداته وتقاليده، اتخذ الإسلام منهجا في حياته الفعلية والقولية وحتى التقريرية منها. أحبتنا المشاهدين، الشعب الماليزي عنده عادات وتقاليد صح ما زال محافظ عليها، ولكن جعل الإسلام هو المنهج الأصلي والصحيح، غير العديد من الأشياء التي لا تليق به كمجتمع مسلم. يعني ولو الناس مسلمين صح يا جماعة، مش مسلم ولكن لا يمثل الإسلام أحسن تمثيل. أصبح الشعب الماليزي المسلم أو الفرد الماليزي المسلم يمثل الإسلام أحسن تمثيل، فأصبح يعتبر مثالاً بالنسبة للذين ينتمون إلى طوائف أخرى أو ديانات أخرى، فأصبح الإسلام ملاذ الشعب الماليزي، فهذه نعمة من نعم الله يا جماعة. فشدة تأثير الشعب أو الإسلام على الشعب الماليزي جعلت الدولة الماليزية تتخذ في دستورها الإسلام دين الدولة. تخيل من قوة اللي تشبثوا بالإسلام حتى ولا الإسلام في حياتهم اليومية، في حتى في معاملاتهم يا جماعة، حتى في حلهم وترحالهم، حتى في تنقلاتهم، حتى في خاصة في عندما جاء الأجانب هنا، يعني احترام شديد، ثقافة، فكرة التعايش، حتى المسلمين أضفوا على طريقة التعايش مع الديانات الأخرى كما أضفى النبي صلى الله عليه وسلم فكرة التعايش عندما كان في المدينة المنورة. نعم إنها ماليزيا وبكل بساطة.
السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. What is your name? My name is Abbas. Abbas, ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. Where are you from, Abbas? I am from Oakland, California. يعني انت USA. Yes. الولايات المتحدة الأمريكية. Yes. ما شاء الله. My name is Dr. Fathi Najri. Okay. Nice yeah. meeting you. Yeah. My country is Algeria. Okay. Can you you're visiting in yes. Malaysia by travel or tourism? I come here to visit for tourism. ما شاء الله. يعني this is my second time here in Malaysia. ما شاء الله ما شاء الله. يعني الأخ عباس أتى هنا من أجل السياحة. أخونا عباس من الولايات المتحدة الأمريكية. عباس, what do you think for Malaysia? I think Malaysia is a very beautiful country. Yeah. I think it's a good Muslim country. The people here treat me well as a stranger, and I've seen different cultures, different Muslim cultures from Africa, from America, from the Middle East, and everybody here gets along, and everybody here has everybody I talk to enjoy coming to Malaysia. ما شاء الله. يعني أخونا عباس يقول بأنه ماليزيا بلد جميل, احتواء الثقافات, يعني فكرة عايش مع الديانات الأخرى, وأيضا بدون أن ننسى جماعة يعني عباس لولا إعجابه بماليزيا لما أتى إلى هنا. عباس, another question, هل عباس you're visiting in here in Malaysia the first? This is my second time here in Malaysia. ما شاء الله, هذه المرة الثانية وهو يأتي إلى هنا إلى ماليزيا by visiting, يعني من أجل التمتع أكثر بماليزيا. شكرا جزيلا سيد عباس. Welcome in Algeria. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you. And Abbas. I hope to see you to Oakland, California. Thank I you. I have a good friend from Algiers in Algeria. So he's a good friend of mine. Thank you. Thank you, Abbas. Thank you. Welcome. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. شكرا. نسمات ربانية من لمسات ماليزيا. نسمة ربي, همسة حبي, تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة, تاريخ نضارة, ينبض قلبي لوحدتهم. نسمة ربي, همسة حبي, تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة, تاريخ نضارة, ينبض قلبي لوحدتهم. بذوق الفن عمارتها, وبسط الكف سماحتها, فيحيي الورد شذا لحن الأشجان بها. بذوق الفن عمارتها, وبسط الكف سماحتها, فيحيي الورد شذا لحن الأشجان بها. ملقا نجارة, بدرجة يبيرة, وقوى للنبورة تميزهم. بين انجولان كاوي, سيلان كورسان واي, معالم تحكي عزيمتهم. السلام اهدي امما عانت شيعا مكلومة, بنور العلم وحب الخير ونشر السلم بها دوما. السلام يهدي امما عانت شيعا مكلومة, بنور العلم وحب الخير ونشر السلم بها دوما. كده شعالب زينة العواصم, مآذن تعلو مدائنهم. أخذوا بقوة كتاب النبوة, ومالك رمز لنهضتهم. نسمة ربي, همسة حبي, تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة, تاريخ نضارة, ينبض قلبي لوحدتهم. نسمة ربي, همسة حبي, تسبح روحي لبهجتهم. ماليزيا الحضارة, تاريخ نضارة, ينبض قلبي لوحدتهم.